وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وما أهمية الاحتفاء بيوم التأسيس ومن انعكاس هذا الاحتفاء على الحاضر السعودي؟ يوم التأسيس بالمناسبة هو يعد مناسبة وطنية سعودية جديدة تقام لأول مرة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإقرار اليوم 22 من الشهر الثاني من كل عام ليصبح يوم التأسيس الذي نحتفي فيه في المملكة العربية السعودية. وهو بالمناسبة لكل أمة خالدة أيام أكثر من يوم أو يومين أو أكثر. الحمد لله اليوم أصبح لدينا في السعودية يومين نحتفل فيهما بذكرى هذا الوطن الغالي. هذا اليوم يوم التأسيس يعنينا الكثير، يعني أن الأمة السعودية ليست طارية على التاريخ، أن السعودية ضاربة في جذورها في أطناب الجزيرة العربية، وهي امتداد للآباء والأجداد على وقت الصحابة وما قبل الصحابة وعهد البعثة النبوية الكريمة. أيضا هو يربط الأبناء بالأجداد وما فعله هؤلاء الأجداد الكرام من تضحيات، من الحفاظ على الأمن والاستقرار، من بذر البذرة الأولى لتأسيس هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية التي اليوم نحن نتفيأ ظلالها. في أقل تقدير نحن اليوم نحفظ هذه السير الخالدة ونترحم عليهم ونستعيد ذكرياتهم ونحفظ القيم التي كانوا يؤسسونها ويزرعونها في الآباء آنذاك وحتى اليوم الذي نحن نتوارثها ونورثها لأبنائنا. ربما هذا ينعكس على الهوية البصرية التي اختيرت ليوم التأسيس، وهي تتضمن أربعة إشارات مهمة: التمر وهو الغذاء وهو الرمز الكرم السعودي وله قيم كثيرة جدا، الخيل وهو رمز الأصالة والقوة والتوحيد والبناء، والسوق وهو كناية عن البنية الاقتصادية للبلد، وأيضا المجلس وهو عناية أو كناية عن وحدة الرأي ووحدة الاجتماع. هذا الحدث التاريخي طبعا يساعد الأجيال في التعامل مع الواقع المعاش وبناء مستقبل مشرق. حدثنا عن أهمية تعليم الأجيال القادمة بتاريخ التأسيس. الأجيال أو الماضي كما يقال هو وثيقة، هو امتداد، أو الحاضر هو امتداد للماضي، والحاضر هو انعكاس لما كان الماضي. نحن اليوم لدينا الكثير من القيم، هذه القيم زرعها بداخلنا الآباء والأجداد، هذه القيم التي اليوم يوم التأسيس يسعى لتكريسها وزرعها في نفوس الأبناء، في نفوس الجيل الجديد الذي ربما لم يعايش الكثير لكنه استمع، وربما الاستماع كان منقوص وغير وافي وغير كامل، وربما حدود معرفة هذا الجيل الحديث الآن بيوم التوحيد، لكنه لا يعرف الامتداد التاريخي للبلد المملكة العربية السعودية. هذا اليوم يعيد هذا الجيل إلى أصالته وإلى ماضيه العريق، يربطه ببطولات وتضحيات الآباء والأجداد، كيف أسس هذا البلد، أسس بالتضحيات وبالدماء وبالصبر وبالجهد وبالعرق وبالتخطيط وبالبناء. إذن مسؤولية الأبناء اليوم كبيرة في الحفاظ على هذا الكيان المترامي الأطراف الذي سلمه لنا الآباء، إضافة إلى المكانة القدسية الكبيرة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بصفتها حاضنة الحرمين. إذن هنا رسالة مهمة جدا لهذه الأجيال والأجيال القادمة بالحفاظ على تراث الآباء والأبناء والأجداد من القيم ومن المكتسبات ومن الأرض ومن التاريخ، والعمل على تنميتهما والحفاظ عليهما ومحاربة جميع من يسيء إليهما. نعم الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، شكرا جزيلا لك.